كنشكروا هيسبريس على هذه الالتفاته اللي دارت معنا في هذا التظاهر الجميل. كنتمنوا من الدراري كاملين يقوموا زعما يكون هذا الشيء منظم والناس حتى هما يتعاونوا معنا باش يتنظم هذا الشيء. و كنشوفوا هذا المشكل اللي كاين باللي الدراري غالبا هذا العام ناقصين حتى واحد ملابس، ولكن ان شاء الله نتمنوا في الحفل الختامي كل شيء يكون لابس. وكنشوفوا الناس كاملين فرحانين، حنا كنديروا هذا الشيء باش نفرحوا الناس ونقدموا واحد الصوره زوينه على اكادير. هذا الشيء والناس اللي كيقولوا هذا الشيء راه خانس، هذا الشيء كنخسروا عليه فلوسنا باش نعطيوا واحد الصوره جميله لهذا الجمهور الجميل. وكنشكروا اسبريس وتحياتي مزيغنا الا في الجيجان. بكم اخوتي في اكادير، ثاني عيد كما كتشوفوا الاجواء جد رائعه، وشي تقاليد عندنا من زمان خلى علينا جدودنا. صراحه شي ديما كنديروه ومتوارث جيل بعد جيل، وكما كتشوفوا معنا اجواء رائعه ومعكم خويا مروان. خويا كما كتشوف معنا شي غادي كيزيان كل عام، كيبانوا لك جلود جداد، بنادم غادي كيطلع النيفو الحمد لله، ما بقاش كما كنا. والطوموبيلات راه ما بقاوش، ولا بنادم اكثر من الطوموبيلات، واصلا التيره صراحه راه معروفه بهذه التقاليد ديال ديما. وصافي هادشي اللي كاين. لا لا هادشي ماشي تخربيق، هادشي هادشي راه ما كاينش شي مدينه ما كرهاتش يكون هاد الاجواء هذا عندنا في مدينتها. ما كاينش شي اجواء احسن من اكادير، بنادم كيهبط من كازا من طنجه باش يجي يعيد هنايا. سو داك اللي كيقول لك اخويا هادشي تخربيق راه ما كرهش يكون هادشي في مدينته. وفيفا اكادير وديما اكادير الحمد لله، الشيء راه يبقى ديما عمرو غيتحيد. السلام عليكم، تحياتي لاسبريس، واش لكم مبروكه. حنا هاد اللبسه هادي كنقولوا لها الرباعيه، جوج جلدات في التحت وجوج في الفوق، كنقولوا لها الرباعيه اخويا. وقلت علاش لا، شحال هادي ما لبست من الطفوله، لبست هاد العام ولي ليها ليها. وكاينين الناس كيقولوا بلي راه حرام وكذا، وهادي داكشي ماشي حرام، هادشي الا قلتي حرام هو الا لبستيه ولصق لك في الجلد ديالك. كاين اللي كيقول لك اودي راه كاين اللي كيلبس الجلود وكيلصق ليه مع الجلد ديالو وكيموت، هذاك الشيء خرافات وما كايناش كاع ديك الهضره نهائيا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.